قانونيا قانون الشهداء والسجناء رواتبهم 10 سنوات وتنتهي بصراحة أقولكم يعني منذ عام 2006 تنتهي في شهر الثالث 2016 بس صار تعديل وأنا موجود كنت لقانون السجناء في عام 2013 قانون رقم 35 تم تعديل كثير من الفقرات بما فيها الراتب التقاعد صار أقل شيء 1,200,000 وأيضا الفترة الزمنية بدل 10 سنوات صارت 25 سنة للسجناء المحكومين والمعتقلين اللي عدتهم أكثر من سنة. ذوي الشهداء أيضا صار تعديل لقانونهم في عام 2016 قانون رقم 2 أيضا تمددت الفترة الزمنية الشهداء من 10 سنوات إلى 25 سنة وبذلك استمرت الحقوق.